الجيل جماهير ويا وزير ويا وزير مش عالجيل جماهير ويا وزير ويا وزير ويا وزير ويا وزير مش عالجيل جماهير الاستحقاق الوطني تمطول العلني تمطول العلني مراسمكم مررتوها مراسمكم مررتوها مراسمكم مررتوها مراسمكم مررتوها ود الإداري قبرتوها ود الإداري قبرتوها المجزوءات كترتوها والتعويضات دمجتوها المجزوءات كترتوها والتعويضات دمجتوها الوساطة وفض النزاع انتوما شباب الصراع الوساطة وفض النزاع وانتوما سباب الصراع وانتوما سباب الصراع التدارب الميدانية التدارب الميدانية والتقارير حتى هي التقارير حتى هي التدارب الميدانية التدارب الميدانية والتقارير حتى هي التقارير حتى هي وكتهضروا على المهنانة وكتهضروا على المهنانة بالتقى ورزانة بالتقى ورزانة وكتهضروا على المهنانة وكتهضروا على المهنانة بالتقى ورزانة بالتقى ورزانة كي بغيتونا ما ننتفضوش ومستقبلنا ما معروفش كي بغيتونا ما ننتفضوش ومنفكش 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 ويا وزير ما نفكش ويا وزير ما نفكش ومنفكش 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 ويا وزير ما نفكش ويا وزير ما نفكش والمرسوم المسلاكي والمرسوم المسلاكي هو حق لك ولاكي هو حق لك ولاكي والمرسوم المسلاكي والمرسوم المسلاكي ولا استسلام ولا استسلام ولا استسلام ولا استسلام المدير الى الامام المدير الى الامام ولا استسلام ولا استسلام ولا استسلام ولا استسلام الشرفاء الى الامام الشرفاء الى الامام ويا وزير ويا وزير ويا وزير ويا وزير راهي الجيل جماهير راهي الجيل جماهير ويا وزير ويا وزير ويا وزير ويا وزير عالجيل جماهير توجنا جماعتان توجنا جماعتان للاستحقاق الوطني للاستحقاق الوطني تمطول علني تمطول علني توجنا جماعتان توجنا جماعتان للاستحقاق الوطني للاستحقاق الوطني تمطول علني تمطول علني مراسمكم مررتوها مراسمكم مررتوها وديالنا مركز التكوين الجهوي للمهن التربية والتكوين اللي جا طنجة تطوان كيعرف واحد الوقفة احتجاجية من أساتذة هنا هي المقاطعة إن صح التعبير هذه المقاطعة أو هذه الوقفة أتت أو لا يعني يجسدها أطر المركز الفرع الإقليمي لمدينة الفرع الإقليمي بالعرائش للمتصرفين التربويين المتدربين مطالبين بنقطتين أساسيتين النقطة تمثلوا في تماطل الوزارة في إخراج المرسوم المتعلق بمسلك أطر إدارة التربية والمتصرفين التربويين المتدربين الذين سيقضون سنتين تكوينيتين بالمراكز والنقطة الثانية متعلقة برفع الضبابية حول السنة التكوينية الثانية
ولنا بعض النقاط الأخرى المتمثلة في مسألة كثرة يعني مجموعة ديال المطالب المشتركة مع فئات أخرى، نود أن إن شاء الله أن نسطرها في البرنامج النضالي المقبل إن شاء الله، وشكرا لك. بعد الوقفة اللي درتو اليوم واش كان شي استجابة من الإدارة هنا عندكم ولا؟ نتمن عاليا وبكل يعني في احترام تام للإدارة التربوية المسؤولة عن المركز. فيما يخص الاستجابة فالاستجابة أو الوقفة هي موجهة للوزارة وليست للإدارة. تفضل. أستاذ واش باقي يعني شي مطالب أخرى عندكم ولا؟ شكرا جزيلا لك على تغطية الحدث. المطالب ديالنا هي أننا كنطالبوا الوزارة الوصية والشركاء ديالها الوفاء بالعهود اللي التزمت معها على أساس أخلاقي، لأن الولوج ديالنا والمجيء ديالنا للمسلك ديال الإدارة التربوية جاء أساس على مجموعة من التصريحات والبلاغات اللي أنها كتوعد فيها الوزارة بتسوية الوضعية ديال الأطر من داخل المسلك. المطالب ديالنا يعني واضحة وتتماشى مع ما صرح به الوزير مرارا وتكرارا، وهي إصدار مرسوم ينصف جميع الفئات ديال مسلك الإدارة التربوية. هذا المرسوم نرجو أن يتضمن مجموعة من النقاط، وهي إزالة الغموض على السنة التكوينية الثانية، بالإضافة إلى أن التكوين يكون غالبا هو ترقية، في حين أن الذين يلجون المسلك الآن سيتعرضون لقهقرة وكأنه عقاب. فكيف يعقل أن مثلا أستاذ يعني في الدرجة الأولى لمدة 13 سنة ويجي يتكون لسنتين ثم يفقد هذه الأقدمية؟ المطلب الثاني هو التخرج، يعني بالنسبة للأساتذة الذين ولجوا المسلك بالدرجة الثانية التخرج بالدرجة الأولى. مطلبنا الثالث، بما أننا نتلقى نفس التكوين والتعيين يكون يعني في اختلاف المسالك، يعني لا يعقل أن لا يكون هناك حركية بين الأسلاك، بالإضافة إلى التعويضات عن سنة الثانية التي سيتحمل فيها الأطر المسؤولية. هذه هي مطالبنا بشكل مجمل، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء لا يسعني إلا أن أنوه بالانخراط التام للأطر الإدارية المتدربة لموسم 2020-2022 في تعبيرها عن التماطل الذي طال مسلك الإدارة التربوية، والذي هم خصوصا عدم الإفراج عن المرسوم الذي طال انتظاره، والذي تمت الإشارة إليه وتصريح به من طرف الجهات المسؤولة في محافل عدة، وهذا التنويه نابع على أن نسبة المقاطعة بلغت 97%، وهذا يدل على بالفرع العرائش. إذن المنضوي تحت لواء الفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة. ومن مطالبنا المشروعة إثناء استيفاء مقاطعة استيفاء المجزوئات، أولا الإفراج عن المرسوم، ثانيا منح دبلوم التخرج، ثالثا الاحتفاظ بالأقدمية بالنسبة للذين ولجوا المسلك بالدرجة الدرجة الأولى، ثم منح الدرجة الأولى للذين ولجوا المسلك بالدرجة الثانية.
إضافة إلى منح الإطار متصرف تربوي أسوة ببعض المراكز كمركز تكوين المفتشين، التعويض عن الإطار وكذلك منح دبلوم التخرج ومعادلة الدبلوم بشهادة الماستر. وشكرا لكم.